تعالوا نتابع جانب من كلمة سيادة نائب محمد أبو العنين، أيضا تحدث وأشاد أيضا بما حدث مصر والدولة المصرية ما قامت به في مواجهة فيروس كورونا. تحدث أيضا في كلمته عن يعني الإجراءات والقرارات السريعة اللي تحتاجها الصناعة الحديثة لتوطين الصناعات في مصر مع مطالبة بخفض تكاليف الانتاج. تحدث أيضا عن الجهود والإجراءات الاستباقية اللي أخذتها الدولة، الرؤية اللي بيتكلم عليها رؤية القيادة السياسية والسيد الرئيس، وفي تجنيب مصر من والمواطنين المصريين 100 مليون من مخاطر تعرضت لها دول كبيرة، ولكن مصر ربنا يحميها وهيحميها إن شاء الله، وهنخرج من هذه الأزمة بشكل كبير إن شاء الله. اتكلم على القرارات الاجتماعية والاقتصادية اللي ساعدت المواطنين، سواء قطاع السياحة، قطاعات المختلفة، سواء العمالة الغير المنتظمة وال500 جنيه لمدة 3 شهور، واتكلم أيضا دعم السوق ومواجهة الأزمات اللي حصلت. اتكلم على حزمة التحفيزية اللي هي 100 مليار اللي كنت بكلم حضراتكم عليها، واللي تمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي مع الدعم. تحدث أيضا في كلمته عن الدعم القطاع الصحي وتأمين الاحتياجات الأساسية للشعب المصري، المواد الغذائية، الأدوية، الوقود، مساندة القطاعات المختلفة والشركات والصناعة والأفراد، الناس اللي تضرروا من هذه الأزمة. اتكلم على مبادرات وأشاد مبادرات البنك المركزي والحزمة المالية الكبيرة والنقدية والتوسعية التي حدثت على مدى الفترة أو خلال هذه الأزمة. تعالوا نتابع جانب من كلمة الأستاذ محمد أبو العنين النائب في مجلس النواب اليوم، ثم أعود لحضراتكم قبل أن ننتقل إلى ضيفي الكريم الدكتور مدحت العدل اللي مشرفنا النهاردة. شكرا سيادة الرئيس. الحقيقة بعد العرض القيم اللي سيادتك تفضلت بيه اليوم، الحقيقة تمتعنا بالحديث من ناحية الاقتصادية والاجتماعية وإشراقة كبيرة قلت بيها في كل ما حصل في منظومة مجهودات الحكومة والمواطنين ومجلس النواب. وإذا جاز لنا أن نضيف اليوم، بنحيي طبعا معالي وزير المالية على العرض القيم اللي فضل بيه على الموازنة، ومقترحه الحقيقة هما مقترحين في غاية الأهمية. المقترح الأول هو اللي سيادة الرئيس لما قال 100 مليار، وده مقترح في غاية الأهمية والخطورة. ولما بنحس على 100 مليار بيتكلم عنها، ونحس ان ال 100 مليار النهارده بقت تمثل 2% من الناتج المحلي الاجمالي، بنرفع فيه توقعاتنا اللي هي في عجز الموازنه من 7.2 الى 7.4. اصبح الرقم النهارده مع الارقام الكبيره وصلها الموازنه اصبح متواضع. اليوم احنا بنتكلم النهارده على الفكره الثانيه، وهي 10 مليار بند اضافي. هذا الموضوع الحقيقة خصص إلى المقاولات وإلى كل ما يتعلق بصناعة المقاولات اللي تمثل أكثر من 90 صناعة موجودة. وبالتأكيد كلنا هنوافق على المقترح ده، لأنه بيدفع حركة النشاط. الدولة بتدي مديونيتها لقطاع الأعمال كله، ولا شك أن هناك مديونية كبيرة لقطاع الأعمال. وإذا كنا احنا بنتكلم النهاردة على ظروف استثنائية فرضتها لينا موضوع كورونا، فاحنا بنقول اتفضل بنتحدث على الأزمة، وبنقول ان هذا المبادرة الإضافية في غاية الأهمية، وخصوصا انها بتمثل مبادرة لتشغيل العمالة الكبيرة اللي في قطاع المقاولات وقطاع كل الصناعات المرتبطة به. وفي نفس الوقت هذه الحزمة هي جزء من الحزمة الكلية اللي اتقامت بها تفضل بها الدولة واللي اتفضلت بها سيادتك النهاردة وأشرت إليها، الحزمة الكلية في المبادرات المتتالية نتيجة الاستشعار المبدئي والاكتشاف عن خطورة هذا الموضوع، اللي أنا الحقيقة فخور إن الحكومة قدمته واللي ادت مثل حي لكل بلاد العالم. أولاً التقارير الاقتصادية بتطلع من ستاندرد اند بورز وكل التقارير الدولية لما قالوا مصر يمكن هي تكون الدولة الوحيدة في افريقيا اللي ممكن يكون فيها معدل النمو بالايجاب، ده فخر لينا. قالت ان
نظرة ثابتة وده تقارير دولية برضو نظرة مستقبلية مستقرة. وبناء عليه سيادة الرئيس أنا الحقيقة موافق، وبقول برضو السؤال اللي فضل حضرتك قلته وهو في منتهى الخطورة، ماذا بعد كورونا؟ كيف نغير أو نستفيد من الفرصة اللي تكلمنا عليها، من فرصة من 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 يعني من أزمة من أزمة إلى تكون منحة لينا كلنا. وأنا الحقيقة يمكن ليا مع كلام مع معالي الوزير، عايز أقول له يمكن الفترة دي بالذات إحنا محتاجين مجموعة جديدة من السياسات التحفيزية الغير تقليدية. محتاجين نشوف الفرص لما بنتكلم على قوانين أو تشريعات ونسوق هذه القوانين والتشريعات على مستوى العالم، يمكن تكون في نظرة جديدة. يمكن معالي السيد رئيس المجلس النهاردة أشار إلى نقطتين في منتهى الأهمية من الدروس المستفادة من أزمة كورونا، لما قال العالم بيتكلم النهاردة على الاكتفاء الذاتي، ده رقم واحد. اتنين، احنا هي ضخمة ممكن تكون بعد التعافي، ازاي انا اجيبها عندي؟ ازاي انا اقول للعالم انا هنا بقيت عندي سلاسل امدادات القيمة؟ المشروعات الصناعية اللي فضلت عليها الوزيرة النهاردة، كيف يمكن ان تتوطن هذه الصناعات في مصر وخصوصا في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وكيف يمكن ان نسوق انفسنا ونخرج بها الاقتصاد الكامل في مصر الى ربوع الاستثمار العالمي؟ هذه سياسات تحتاج الى جرعة جديدة تحفيزية من نوع جديد يستخدم فيه رؤوس الاموال العالمية، ويستخدم فيها انواع التكنولوجيا الحديثة، ويستخدم فيه كل القدرات الكامنة سواء كانت المصرية او الاجنبية. كيف يمكن ان نناجي هذه الموضوعات ونستقطبها الى الداخل؟ هذه تحتاج الى سياسات تسويقية وقوانين وتشريعات جديدة تحفز الاستثمار في مصر على ان يفضل اي مستثمر عندما يقارن بين سوق الاستثمار الموجود في شمال افريقيا مناخ وافضل سوق استثماري يمكن ان ياتي ليه. سياده الرئيس، المحاضره اللي حضرتك قلتها النهارده محاضره قيمه جدا، يجب انها تسوق ويجب ان تنشر جيدا، لانها الحقيقه في رساله جامعه قدرت تحط نقاط على الحروف في كل حاجه النهارده، وخصوصا ان احنا داخلين على موازنه جديده وخطه. معالي الوزيره النهارده اتكلمت على سيناريوهات، وهذه السيناريوهات الحقيقه لاول مره اشوف في مجلس الشعب ان يجي الوزير يقول والله احنا عندنا عدم اليقين وعندنا سيناريوهات ثلاثة هيبقى اذا استمرت واذا انتهت واذا لم تنتهي ومستقبلها على المدى القصير والمدى المتوسط والمدى البعيد ايضا. هنا الدراسة الحقيقية، هنا الفيجن الحقيقية اللي الواحد بيبقى فخور فيها لما يشوف الوزير اوير وفاهم بيعمل ايه على المستقبل وبيخاطب فكر العالمي كله. العالم كله هيتغير زي ما سعادتك اتفضلت وقلت، تشكيل عالمي جديد هيحصل، كل واحد فيهم هيتكلم عن نفسه اولا ثم يتكلم على الفرص. سيادة الرئيس، انا لا اريد ان اطيل اكثر بكده، لكن انا اريد ان اؤكد اننا امام تحدي كبير، يجب ان يكون ان قدراتنا الكامنه كبيره، ويجب ان احنا نسوق هذه القدرات على المستوى العالمي حتى يمكن ان نعمل قيمه مضافه، وان تكون الستة تريليون بتوع الموازنه الجديده 60 مليار 60 تريليون باذن الله في القريب العاجل. شكرا سياده الرئيس. شكرا سياده الاولانيين، وبعد كده هذهب الى الموافق. تفضل. شكرا سياده الرئيس. الحقيقه يا فندم انا ليا استفسار لمعالي الوزير، استفسار خاص بالمناطق، قانون المناطق الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه. احنا 2003 يا فندم عملنا قانون، والقانون ده كان بينتشل المستثمر بكل البيروقراطيه اللي موجوده عشان نكلم ونقدم نفسنا للسوق العالمي بفكر جديد اسمه فكر المناطق الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه. القانون ده ادى الضرائب 10% و10% على دخول الاشخاص الطبيعيه و5% ضريبه على المرتبات، وانتشر موضوعات التامينات الاجتماعيه بطريقه معينه، وبقى في بورد ومجلس اداره لكل منطقه اقتصاديه. الحقيقه بدانا نروج للموضوع ده، وكان الفكر كله ان الهب كله من اول بورسعيد، كل الجزء بتاع اسماعيليه وبورسعيد والسويس يتقدموا للعالم، لان المنطقه دي وسط العالم كله. بنقدم فيها فكر جديد وعنوان تسويقي جديد بقانون جديد بعيد عن البيروقراطيه. الحقيقه بعد ما قامت الثوره فوجئنا ان كل شويه بتقع ميزه منه. الضرايب
طلعوها بقى زي التعريفه بتاعتها زي الاستثمار العادي، قانون الاستثمار العادي. وبدانا نشعر انه حتى كانت بحكم القانون المناطق دي معفيه من كل انواع الضرائب المباشره وغير المباشره بصفتها انها تقريبا شبه منطقه حره. فوجئنا الاعداد كل العالم كله النهارده بتتنامى في الفكره الجديده دي، فكره انشاء المناطق الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه. الصين فيها 2500، امريكا فيها حوالي 400 واحد و340. افريقيا النهارده بدات تفكر في الفكر ده عشان تروج نفسها قدام سوق الاستثمار. انا بقول النهارده المنطقه الاقتصاديه اللي احنا ممكن نعملها سواء في او في الجزء الخاص بالوادي الجديد او بشمال غرب خليج السويس او بالجزء الفوقاني بتاع بورسعيد او اي منطقه اخرى، ده عنوان تسويقي جديد. هل هي هتمشي عليها برضو نفس الاجراءات دي ولا احنا هنحتفظ بالقانون الاصلي عشان نقدمها لسوق مره تانية؟ هل الاعفاء اللي كان موجود فيها، وكان الاعفاء ده كان بيعفيها من الضرائب العقاريه، لكن في فتوى جديده طلعت قالت لا ده المفروض انه يبقى خاضع. طب احنا كده بنسلب كل المزايا اللي موجوده، هنسوق ايه؟ ده المغرب النهارده قاعده بتتكلم على نفس القانون بس بطريقه تانية، والمغرب قدرت النهارده الحقيقه تعمل شغل كويس جدا بينها وبين اوروبا وبينها وبين افريقيا الغربيه، وبنشوف في افريقيا كم دوله شغاله. انا ارى ان العنوان التسويقي الجديد لينا احنا النهارده عشان نقدم نفسنا في سوق الاستثمار الاهتمام بهذا القانون مره اخرى عشان نقدر فيه نستقطب رؤوس الاموال العالميه المتخصصه. عاوزين نتكلم على فكره التخصص الانتاجي، عاوزين نجيب المالتي ناشونال عشان ننقل مع يجيب معاه التكنولوجي اللي نعلم فيها اولادنا اللي يعدوا العده للثوره الصناعيه الرابعه ولل5 جيز. النهارده العالم النهارده كله بيتكلم على ال5 جي ده التطور التكنولوجي الهائل اللي احنا عاوزين نجيب المالتي ناشونال اللي يعلموا اولادنا عليه ونتعود عليه احنا هنا بعد الثوره الصناعيه الرابعه. وشكرا سياده الرئيس. شكرا شكرا سياده. المجلس عاملين خاصيه في الميكروفونات الساده النواب، يعني بيبقى خاصيه معينه، فعشان كده لو الناس بس بتسال، لقيت لبعض الناس بتسال ايه التقطيع في الصوت او ايه اللي بيحصل، لا عندهم خاصيه معينه بتوقيتات معينه للساده النواب، بيبقى في كلمه محدده توقيتها كذا ويعني. ولكن كل الشكر لدكتور علي عبد العالي وكل الساده النواب واستاذ محمد ابو العنين ايضا في الكلمات النهارده وكلمتين او المداخلتين اللي عملهم خلال جلسه هذا اليوم.